السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نصبح عليكم بالخير مشاهدينا ومتابعينا أينما كنتم، ونخص بالتصبيحة طبعا أمهاتنا وأبهاتنا، دائما نقول الله يعطيكم الصحة والعافية. أعزائي المشاهدين، مثل ما تعودنا وفي عطلة نهاية الأسبوع ناخذكم جولة في أسعار الأسماك وأنواعها، ونتكلم عن مواسمها كذلك، أحيانا نتطرق لموضوع المواسم والطقس والأجواء، وذلك طبعا لارتباط الأسماك وتواجدها وتوافرها بالطقس وحالة الجو. خلكم ويانا نشوف أول المحلات عندنا. السلام عليكم. السلام عليكم. عندك هاي الدكة، عندك كيف حالك؟ أول شيء ببدأ عندك الشعري السولي، هذا الشعري صغير، هذا كم الكيلو؟ 10 ريال. أيوة زين. الجين، هذا الجين الأحمر مال وين؟ الجين مال الكور بابا. مال الخور. أيوة. كم الكيلو؟ كيلو 8 ريال. 10 ريال شيء كبير. 8 ريال الجين اللي بيشوي اليوم، 8 ريال. الجد كم؟ 14 ريال بابا. 14 ريال الجد. تعال نشوف معاك النيسر. النيسر هذا، النيسر كم؟ نيسر مال 10 ريال. 10 ريالات النيسر أو العقلة هذه؟ أيوة هذه يسمونها العقلة، طبعا النيسرة شوي المكحلة أو العربية نقول عنها. القرقفان 14 ريال اليوم. 14 ريال اليوم. أيوة سوي تعبي 10 ريال. زين هذه قرقفان، هاي مو بقرقفان، هذه حبة شعم ضايعة وسط القرقفان، بس تبيعها مع القرقفان. أيوة كله. أيوة أيوة. سيرة دي شكل بيانة، كله سعر واحد. أيوة أيوة. زين زين، سامح هو اللي بياخذ له كيلو قرقفان بيطلعون له شعوم اثنين بعد ربحان. هذه العيفة كم؟ 20 ريال. 20 ريال كيلو. 20 ريال. 20 ريال العيفة. تعال تعال نشوف بعد، تعال نشوف الجش. الجش كم؟ 18 ريال اليوم. 18 ريال. ما عندك جش كبير؟ كبير فيه، كبير كبير هناك. كم الجش الكبير؟ اليوم 17 ريال. 17 ريال الجش الكبير. تعال تعال معاي، تعال خلك وياي وخلنا نشوف الكراري. الكراري كم؟ كيلو 15 ريال. 15 ريال. زين تعال هني، تعال هني، تعال هني. ايوه طالع الكاميرا شويه وياي. ايوه عندك الصاله، هاي الصاله كم؟ 25 ريال. 25. 25. زين والبدح، البدح هذا كم؟ 20 ريال. 20 ريال كيلو. 20 ريال للكيلو. الربيب، الربيب 22 ريال اليوم. 20 ريال الربيب. لا 32. 32. ايوه 32. زين صافي كم؟ القرقور 49 ريال. 49 ريال صافي القرقور. قرقور صافي. غزل ما عندك؟ غزل في 75 ريال اليوم. 75 ريال صافي الغزل. مثل ما شفتوا اعزائي المشاهدين، صافي الغزل ما زال مرتفع سعره، ما زال محافظ على السعر المرتفع. ان شاء الله نتامل في الايام المقبله انه ممكن ينزل سعره. ينزل سعره صح؟ صح. هذا هو يقول يمكن 70 ريال بيا، في رقيس بيا، ما بي فوق ما بيا. اي بس الايام الجايه سيزن جاي ممكن ينزل سعره. سوي كالي بعد 15 ريال خلاص، 10 ريال خلاص في رقيس. صح. زين هامور كم؟ عمري اليوم 63 ريال. 63 ريال. شنعد؟ شنادي اليوم في 64 ريال. 64 ريال شعر. مشكور. هذه هناك عندك؟ لا مشكور. السلام عليكم. كيف حالك؟ هاي الطاولة عندك هني دكة؟ تعال لي. تعال. كيف حالك؟ زين. الصافي كم؟ صافي 40 ريال. 40؟ ايه. مال القرقور هذا؟ القرقور قرقور. زين الهامور كم؟ هامور 60 ريال. 60 ريال كيلو. كيلو. زين. في عندك اشوف انا شنعد الخباط. ايوه هذا الخباط كم؟ خباط 40 ريال. 40 ريال. زين الصاله هاي كم؟ الصاله 20 ريال. كم؟ 20 ريال. 20 ريال. الربيب، الربيب كم؟ الربيب في 30 ريال. 30 ريال. سيباس، سيباس هذا مال وين؟ سيباس من تركيا. تركي. كم الكيلو؟ سيباس 35. زين شوف عندك الشعري. الشعري، الشعري هذا كم متوسط؟ سعري هذا 20 كبير، هذا فيه 15، هذا متوسط يعني. متوسط 15. زين الجش، الجش هذا كم؟ 15. 15 ريال الجش. الحمام كم؟ حمام 30 ريال. 30 ريال الحمام. زين أنا أشوف حزاز المنصب عليه، هذا صيد غزل. وهذه الكراري، الكراري كم؟ كراري 15. 15 ريال الكراري. قباقب، القباقب عندك في بيض اليوم؟ قباقب في هذه نادية، هذه كم؟ هذا في 20 ريال. هذا 20 ريال. ايه 20 ريال. يعني السعر 26، انا اشوف انت سامح ب 20 ريال بتبيع. هاي 20 ريال هذه. 20 ريال. ما في بيض. بيض الحين ما في. ما في بيض، زين. الكوفر عندك، الكوفر كم؟ كوفر هذا كبير ما في، هذا صغير، هذا 15. 15 ريال الكوفر. التبانة كم؟
دبان فيها 10 ريال. 10 ريال التبان. في عندك بعد انا اشوف البدح، البدح اللي هناك البدح كم؟ بدا 10. 10 ريال للبدح. الشعري؟ الشعر هذا صاقير 10. 10 ريال. وهذه الخوفع؟ هذه كوفة 15. 15 ريال الخوفعة. الجد، الجد كم؟ الجد هذا 15. 15 ريال الجد. النيسر، النيسر كم الكيلو؟ هذا 5 ريال، بعد هذا 5 ريال. 5 ريال النيسر، وهذا 5 ريال. العماد؟ العماد 8 ريال. 8 ريال العماد. الحلاح؟ ليلى في بعد 7 ريال، هذا في جم في 10 ريال. الجم ب 10 ريالات. ايه 10 ريال. غالي اليوم الجم. الجم هاي زيادة ما في، بس هاي. زيادة ما في. أول قلت لي 8 ريال قبل كم يوم، الحين تقول لي 10 ريال. لا الصغير في واجي صغير في هذا في 5 ريال، هذا كبير 10 ريال. زين مشكور. مشكور. مثل ما شفنا اعزائي المشاهدين بعض الانواع حسب وفرة النوع، يعني احيانا السمكه اذا متوفره وبكثره ممكن ان سعرها ينزل، واذا قلت وشحت في السوق يرتفع سعرها، هذه يعني بصوره طبيعيه. السلام عليكم، كيف حالك؟ شوي عندك وقت، شوي تعطينا من وقتك. اول شيء اشوف وحر، هذا الوحر كم الكيلو؟ 5 ريال. 5 ريال. شعري؟ هذا 7 ريال. 7 ريال الشعري. القباقب؟ ببوي 12 ريال. 12 ريال. تعال معاي. الغلي، هذا الغلي الجد كم؟ جدي 12 ريال. 12 ريال. البياح؟ هذا بياح مال عمان بابا 15 ريال. 15 ريال بياح عمان. العماد كم؟ عماد 15 ريال. 15 ريال الكيلو. ما تنزل؟ يمكن 13 ريال. 13 ريال بينزل، سامح يقول بينزل. الكوفر كم؟ كوفر 13 ريال. صبر بابا. 13. اسمح لنا يبا شوي. الله يسلمك، جزاك الله خير. الكراري كم؟ كراري 13 ريال. 13 ريال. الشعري كم؟ شعري 18 ريال. 18 ريال. الحمارة كم؟ 30 بابا. 30 ريال الحمارة. في عندك هني السكن، السكن كم؟ 25. 25. الشعم، هذه الشعم كم؟ 30 ريال. 30 ريال. الشعم هذا بابا. الشعم خله شوي فوق، خل تشوفه، خل الساده المشاهدين يشوفوا الشعم هذا الوافي. اخره كم تحسب؟ يمكن 25 بابا. هذا بابا بس ما في زياده. ما عندك زياده؟ ولا كان خدت انا من عندك اليوم، ولا يزعلون علي الربع تجيب حبه واحده ما تجيب غيرها، هاي مشكله. زين هذا كم؟ ربيع 25. هذه القفدار كم؟ 23 بيا. 23 القفداره. الجش، الجش كم؟ 18 ريال. 18 ريال. إيه. في عندك بعد اللي هو الصاله، الصاله كم؟ الصاله هذا نيمي بابا. ايوه النعيمي كم؟ نيمي 20 ريال. 20 ريال. إيه. واللي عقبه؟ هذا جش 20. جش كبير. ايوه. وفي عندك هناك السيباس 35. 35. سلمون؟ سلمون بيا 45، 40 ريال لاخر. سكن؟ سكن 25. 25 السكن. الشنعد 60 ريال. 60 ريال الشنعد. الهامور؟ هامور سمسن 60 ريال اليوم. 60 ريال. طبعا شوي بعض الاسماك مثل ما شفنا محافظه على اسعارها. شكرا. شكرا بابا. شكرا. احنا احيانا يعني نحاول ما نضيق على الزبون، احيانا الزبون موجود واحنا نيه على غفله. السلام عليكم، تعال لي شوي، تعال لي، تعال. خلنا نشوف وياكم بدايه القباقب. اعزائي المشاهدين القباقب هذه الحيلانيه طبعا تفرق عن المكنه نوعا ما في شكلها، حتى مذاقها يفرق. القبقب هذا كم؟ قبقب 10 ريال. 10 ريال. مال وين؟ مال الخور. من مال الخور. لحم فيه وايد؟ في عليهم حيلاني لحم. يعني الحبه كم وزنها تقريبا؟ 5 حبه. يعني 5 حبات يعني 5 حبه. اذا وافي 5 حبات تسوي لها كيلو تقريبا. زين يعني يعتبر زين. الكم كم؟ كم 7 ريال. 7 ريال. الكاتفش تعال معاي نشوف. الحلاح، الحلاح كم؟ الحلاح 8 ريال. لا 7 ريال بده يمشي. 7 ريال سامح. نيسر، نيسر كم؟ نيسر 10 ريال. 10 ريالات للنيسر. الجين، الجين كم؟ جين يقدر بيه 12. 12 ريال اليوم. يوم الجين اللي بيشوي اليوم الجين متوفر. السولي هذا، السولي مال وين؟ سولي مال الخور فريش. مال الخور. كم الكيلو؟ كيلو 10. 10 ريالات السولي. طبعا جودة عالية شوي اليوم، السولي جودته عالية. اليانم كم؟ اليانم اليوم بيه 12. كبير يانم، إذا صغير يعني يقدر 10. 10 ريالات. سامح، سامح الريال بينزل. جد كم هذا الغلي؟ جد مدوسات 13، آخر شيء يعني 12. زين قرقفان؟ قرقفان يقدر بيه 14، إذا بيه 13 14 تقريبا.
زين الكراري كراري هذا كراري 14 14 ريال ايه. زين في عندك البدحة شوف البدحة هذا كم هذا متوسط 20 ريال 20 ريال البدحة الشعري الشعري كم الشعري هذا احمر 20 هذه بخشينة اي بخشينة اي كم هذا 20 ريال اخر شيء يعني قلت 18 ريال 18 ريال اخره يقول عيفاه العيفاه هذه مال وين عيفاه مال الخور مال الخور كم 20 ريال 20 ريال الجش جس 22 اغشي يعطيك 20 ريال 20 ريال ما في مشكله بينزل سامح السيباس هذا مال وين سيباس مال تركيا تركي كم الكيلو كيلو 35 35 البدح الرياشي هذا الكبير اي ريال شيء كم 20 ريال كبيره 25 البدح الرياشي الربيب الربيب 35 كبير 25 شكل 25 القفدار زين البياح هذا مال وين البياح بيا مال كور تكيره مال ذخيره زين شحم فيه؟ ايه في شحم دائما مشحم بياحد خيره دائما مشحم زين كم الكيلو؟ كيلو 45 45 ما تنزل شوي؟ 40 ريال نشوي يوم الجمعه احنا 40 بعد تنزل شوي؟ هاي مال الكور ما اللي يجي مال ما يبي ينزل زين الهامور البواليل هذه؟ هامور اليوم 63 اخر شيء يعني 60 ريال زين الخباط شنعت؟ خباط شنعت اليوم 60 ريال كيلو واحد 60 ريال زين مشكور مشكور شكرا مشكور شكرا طبعا اعزائي المشاهدين مثل ما تعرفون احنا اليوم انا اشوف الربيان تعالي تعالي تعال مره ثانيه الربيان هذا مال وين؟ اي مال ومالكو كم الكيلو؟ صغير 30 كبير شيء 40 ريال اي ب 30 الصغير وال 40 ب 40 زين مال المزرعه هذا ولا بحر؟ مال المزرعه مال المزرعه زين مشكور مشكور شكرا فأقول لكم أعزائي المشاهدين إحنا ما نوهنا على أن إحنا موجودين في منطقة الخور اليوم شوية العادة نأخذكم من سوق السمك اللي في مصلال السوق المركزي اليوم خذناه من مصلال أقرب للفرضة وأقرب للبحر ويعني نوعا ما نأخذ الأسعار من محلاتها على ما يقولون لأن أغلب الأسماك يعني يصيدونها من الخور وفرضة الخور والبحر اللي قريب الخور السلام عليكم تعالي كيف حالك؟ كان عد كم؟ كان عد 60 ريال 60 ريال الهامور كم؟ هامور 63 63 الربيب؟ الربيب 25 25 الربيب الشعري؟ شعري 23 23 عندك العيفاه العيفاه كم؟ 25 20 يمتي زين تعال لي هني تعال قرب عنا نشوف الجش الجش هذا كم؟ 18 البياح مال وين؟ هذا مال عمان عماني كم الكيلو؟ هذا 40 ريال بس 40 ريال البدح؟ بدح 20 بابا 20 الكراري كراري كم؟ كراري 17 ريال الكراري الشعري البخشيني؟ ايوه البخشيني 17 17 ريال عندك الينم الينم كم؟ ينم 10 ريال 10 ريال ينم سمين اليوم اللي بيشوي سمين اللي بيشوي اليوم ينم ملكي اليوم اليوم ملكي اليانم شحم فيه زي كم آخرة تحسبه أنا 12 أسرات 10 ريال سامح سامح قرقفان كم 15 ريال قرقفان الغلي الجد جد 20 20 ريال الجين الجين كم 15 ريال الجين القباقب الحيلاني كم 15 ريال كل شيء عندك 15 اليوم الخوفع كم كوفر لا. خوفع كوفر هذه إيه. 12 ريال خوفعه تعال نشوف نشوف عندك المشكل هذا مشكل نيسر فيه هنم وفيه وفيه فرش صغير بعد كله كم هذا؟ هذا 10 ريال بس 10 ريال ليلام مكس كله مكس مكس زين تعال نشوف بعد عندك الحلاح الحلاح كم؟ ليلة 8 ريال 8 ريال الشم شم 8 ريال سام 8 ريال زين مشكور ايوه مشكور شكرا شكرا على تعاونك ويانا السلام عليكم تعال تعال لي تعال لي تعال لي احنا المشاهدين ينطرون اسعار السمك ما نبي يروح علينا الهواء بدون ما ناخذ حتى لو نوع واحد قباقب كم تعال لي هني تعال وقف هني قبقب كم 12 ريال 12 ريال القبقب الصاله هذه كم هذه 25 25 الهامور هامور 60 ريال 60 ريال الهامور شوف عندك بعد القفدار او الربيب الكبير هذا كم الربيب 30 30 اخر ما تنزل انا 32 بيها اعطي كم شيء يصير ناتي ما في مشكله 25 بينزل سامح
الشنعد، الشنعد كم؟ 60 ريال. 60 ريال للشنعد. البدح، البدح كم؟ 15. 15 ريال؟ ايوه 15. صغير هذا شوي، نزل سعر. انا 20 ريال بيا، انت تشوف ركب 20 ريال هذا بلدي اشهر، انا كلامي بي 15. 15 ريال، سامح بينزل. بينزل الجش كم الجش؟ 17. 17 ريال الجش. تعال معاي نشوف. كذلك عندك الكراري، الكراري اليوم مليان السوق منه، كراري كم؟ 14. 14 ريال الكراري. تعال هني، تعال وقف وياي، تعال هني شوف الـ الـ العيفاء هذه. مال وين؟ هذه مني، مال خور كورة. ايوه كم الكيلو؟ كم شي 20. 25. شعري كم؟ شعري 20 ريال. 20 ريال. الحف هذا، الحف انا ما لبست قفاز اليوم، برفع الحف بتكلم عنه شوي. شيل الحف هذا، خلي شوف الكاميرا، ارفع. ايوه ممكن نشوفه ويا السادة المشاهدين. اخوي مبروك شويه تشوفه. هذه طبعا سمكه الحف، من الاسماك طبعا اللي بلحها لذيذ، مشهوره في الخليج طبعا، في مياه الخليج كلها. كم الكيلو الحف هذه؟ باغا تبي يشتري كم اساسر حبه؟ انت شاريها 15. أيوة زين، تبيع كم؟ انا بيها كم اساسر هذه، مو شاريها ب 15 وبيبيعها ب 15، ما عنده خلاف. القرقفان كم؟ قرقفان 14. 14 ريال. الغلي الجد جبت سيم سيم 14. 14. في عندك الوحر، وحر كم؟ واجر واجد ركيس 5 ريال. 4 ريال. 4 ريال ما في مشكله، سامح ليل 4 ريال بينزل. الحاقول كم؟ الحاقول اقول سيم سيم 7 ريال 8 ريال اي شكل يجي. 7 ريال سبينزل ليل 5 ريال بينزل. حاقول فسكر كم؟ فسكر 10 ريال. 10 ريال الفسكر. اللي ما اخذناه عندك الخوفع، هذا خوفع كم؟ هذه كوبه 10 ريال. 10 ريال خوفع سمينه طبعا، واحجام كبيره تصلح للشوي. الكتفش او هذا الشم 6 ريال. 6 ريال. انا اشوف عندك هني بعد، ممكن نقرب ونشوف ويا الساده المشاهدين الربيان. حاط عينه انت في زياده اكثر صح؟ في موجود عنده اكثر طبعا. هذا صيد بحر صح؟ هذه مزرعه. مزرعه؟ ايوه. وين هذه؟ عمان. مال عمان. كم الكيلو؟ 25. 25 الكيلو. 25 اعزائي المشاهدين، يعني نوعا ما على حجم الربيانه هذا السعر يعتبر مناسب جدا. شكرا. اوكي مشكور حبيبي. مشكور. طبعا مثل ما شفنا اعزائي المشاهدين، احنا نحاول نتجول في السوق، يعني ما نخلي محل الا ونتطرق له. شوف المحل هذا ما شاء الله، ناخذه بصوره سريعه. السلام عليكم. تعالي تعالي لو سمحت. السلام عليكم، كيف حالك؟ شلونك؟ تعال تعال هني، تعال تعال. انا ابي الخثاق، اول شيء الخثاق. خثاق مال وين هذا؟ من كور بابا. ها؟ هذا كور مال خور. تعالي تعال قرب لي، قرب لي هالشكل. وعندك هذا الشنعد مال وين؟ بالدوحه. مال الدوحه. بكم الكيلو؟ 64 ريال. 64. ما تنزل شوي؟ يصير ناقص ب 60 ريال. نشتري 60 ريال. سامح بينزل بينزل. خلنا نشوف عندك بعد الشنينوه. الشنينوه الحمراء هذه كم؟ هذه بري 20 ريال. 24 ريال. البياح مال وين؟ بيا بي بي دوغا ستري بي سي 30 ريال. 35 ريال بيا بابي سوي ناقص سناتي. بينزل 30 ريال وبينزل، ما عنده خلاف. الجش، الجش كم؟ 17 ريال. 17 ريال الجش. الحمام؟ حمام 35 ريال. 35. عندك بعد البدح، بدح صغير هذا كم؟ بدح 20 ريال. 20 ريال صغير هذا، ما تنزل شوي؟ سوي ناقص سناتي بي. بينزل ما عنده خلاف بينزل. في عندك الفسكر. فسكر فسكر 20. 20 ريال الفسكر. الشعري تعال معاي خلينا نشوف. الشعري كم؟ 20 ريال. 20 ريال. النيسر. نيسر 11 ريال. 11 ريال. الكراري. كراري ب 14 ريال. 14 ريال الكراري. كذلك نشوف عندك التبان. التبانه هذه ام الدم كم؟ 27 ريال. 23 ريال هذا الكيلو. في هذا الكيلو 23 ريال. سي نبر كاستمر يجي سوي ناقص سناتي 20 ريال. ساكل يجي بينزل سامح، يعني سعرها 23 بينزل لل 20 19. اي ساكل يجي بينزل ما عنده خلاف. خوفه كم؟ كوفر فيه 15 ريال. 15. 15 ريال. الغلي الجد. جد 18 ريال. 15 ريال. زين زين سامح بعد سامح. السكن كم؟ سكن 25 ريال. 25. زين في سولي. السولي هذا السولي. سولي 10 ريال. 10 ريال السولي. الفرش.
برشا ثمانية ريال سكل جي ركيس استري انا ركيس بيا. والكبير ولا الصغير ولا نفس السعر؟ كبير فيه سوي خالي صغير فيه سوي ركيس. زين في عندك بعد الناعوض، ناعوض كم الكيلو؟ 8 ريال. 8 ريال الناعوض. ولد الولد اليوم كيلو. الكيلو ب 8 ريال. اللي بيسوي له قشيد يوم الجمعة هذا هو جاهز. الجد الشم 10 ريال. 10 ريال الشم. الاحلاح لا ب 8 ريال. 8 ريال الاحلاح كبير. عدد تمام 7 ريال 6 ريال سكله مالتي 6 ريال صغير بس كبير هذا اي شيء كبير بيه 7 ريال هذا يبي ملح وملح الشمس طبقه غير مشكور اي السلام عليكم اخي مثل ما شفنا وياكم اعزائي المشاهدين طبعا من شبرة الخور نقلنا لكم هذه الاسماك الجميله ونحمد الله سبحانه وتعالى دائما على هذه النعمه نستذكر رحمه الله ونشكره على هذه النعم اللي أنعم علينا بمياهنا الجميلة في بحرنا الوافر اللي يحقق لنا اكتفاءنا الذاتي من الغذاء والطعام. نشوفكم إن شاء الله الأسبوع المقبل. تابعونا حياكم الله.